تركت بلدها هربا من الاعتقال والتعذيب. هاجس الخوف على أولادها دفعها إلى رحلة اللجوء من وطنها الأم سوريا. ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. أعزائي المشاهدين، أنا هنا في العاصمة الأردنية عمان لأنقل لكم حكاية السوريون قصة لجوء. لنبدأ. في زحمة البحث عن اللاجئين السوريين في الأردن، اتجهت صوب منزل سيدة سورية اشتهرت ككاتبة سيناريو للمسلسلات الدرامية التلفزيونية وكناشطة سياسية معارضة للنظام السوري، لأعرف منها قصة اللجوء إلى الأردن، خاصة وأنها تتفاقم يوما بعد يوم وتدخل في تعقيدات كثيرة لتضيف على المشهد السوري العام المزيد من المأساوي. كنا قاعدين مجموعة من الشباب والصبايا اللي كنا نشتغل سوا، يعني عاملين شيء بيشبه تنسيقية. كنا بيجي أحد الأشخاص بيبقى كتير مكركب، بيقول لي طالعة مذكرة اعتقال بحقك من المخابرات الجوية ولازم تطلعي برات البلد. اللي كسر لي إيدي الحقيقة وخلاني أطلع هو إني فكرت بأولادي بلحظة. ممكن أعرف أنت ليش ناقمة على هذا النظام؟ من غير المعقول إنه يستمر نظام عمره 40 عام من الأب للابن وبعدين يمكن للأخ، ولا لو ما صارت هاي الثورة، ونحن كسوريين نستحق الأفضل. اللجوء كلمة ثقيلة على النفس والروح، خاصة بالنسبة للسوريين الذين لم تدخل قواميسهم في السابق أبداً. لي 4 شهور تقريباً هون، ما قدرت لهلأ أشعر بالانتماء للمكان، حاسة حالي معلقة، ما عم بقدر أتحمل يعني هي الحالة، في حنين لأبسط التفاصيل. النظام عم يقول لكم ارجعوا واحكوا اللي بدكم إياه، شو اللي بيمنعك تروحي؟ نظام كذاب، النظام بحياته ما صدق وهلأ ما حسده. كيف بدي أرجع وأحكي اللي بدي إياه وهو عم يقتل العالم، عم يدمر وعم يعتقل، وفي كتير ناس بنعرف أسمائهم وبنعرفهم لسه لهلأ معتقلين. وثمة تخوفات في الشارع السوري من إمكانية سيطرة الإخوان المسلمون على الحكم في سوريا وتبعات هذه السيطرة. مين قال إنه هيجي حكم الإخوان المسلمين؟ ما في هيك بسمع. هلا خلي صندوق الاقتراع ينتخب، وأنا قبلاني باللي بيفرزه صندوق الاقتراع واللي بيسقط نظام مثل نظام بشار الأسد. أي نظام بديل، وأنا ما عم بحكي عن الإخوان، أي نظام بديل حيكون دكتاتوري شو ما كانت طبيعته، نحن حنسقطه مرة ثانية. أنت بمجرد ما كسرت حاجز الصمت أول مرة ونزلت وحسيت بهذا الشعور اللي ما بيشبه شيء ثاني، هذا الشعور اللي بيخليك تحلق حقيقة وقت اللي تصرخ وتنادي بأعلى صوتك من غير خوف وأنت شايف قدامك مئات الناس، هذا الشعور بيعمل لك قوة لا توصف. الشعور بعدم الأمان في سوريا، الملاحقات الأمنية والقمع الشديد دفع البعض من السوريين إلى رحلة لجوء صعبة. المزيد بعد الفاصل، انتظروني.